سنظل يا إلهنا القدوس نمجدك ونرفع اسمك إلى الأبد، هاتفين مع الملائكة قائلين المسيح قام بالحقيقة قام، إخريستوس أنيستي، إخريستوس أنيستي. أحسن فريق كورال ظهر يعني في الأيام اللي فاتت دي. نشكركم يا جماعة المطار، وحاجة حلوة خالص، بنشكرهم وهيشرفونا مرة تانية يوم الجمعة الجاية في سان فيرينا. أبونا يميل هيستضيفهم بعد القداس، هيعملوا احتفال جميل نفس العدد ده، هيعيدوه تاني يوم الجمعة الجاية في سان فيرينا. نشكر ربنا النهاردة كان كورال أم النور، هو كورال مجموعة من السيدات بقيادة الأخ الشماس عزت فخري، وهدف الكورال تأصيل التراث الليتورجي والكنسي، عشان كده هم دايما بيحفظوا أجزاء من التسبيحة ومن الألحان الكنسية والترانيم. والنهاردة كان لحن فايت اوف انف ولحن أمونو جنيس، وطبعا دي حاجات مهمة وإحنا داخلين على البصخة المقدسة، علشان برضو إحنا كلنا بنستعد ونشبع من تراث كنيستنا العظيم. وعمل جميل قوي، هم بيتعبوا كتير وبيجهزوا نفسهم كتير من فترة طويلة، فربنا يبارك في مجهودهم ويبارك في كل حد بيخدم لمجد اسم المسيح له المجد. هدف الكورال النهاردة ان احنا نقدم مجموعة من التراتيل والالحان اللي بتعبر عن فترة الجميلة اللي احنا فيها، فترة الصوم الكبير. وفترة الصوم الكبير دي فعلا فترة سمر كبيرة في حياتنا. الصوم الكبير ده حصاد السنة كلها، بنقدم توبة، بنقدم تسبيح، بنقدم تمجيد لربنا، بنقدم صلاة. مجموعة الالحان النهاردة كان فيها الحان برضو تعبر عن الصليب، زي لحن فايت اوف انف، هذا الذي اصعد نفسه ذبيحة. قدمنا كمان لحن أمونو جنيس، أيها الإبن الوحيد الجنس. قدمنا ترانيم عن الصليب، قدمنا كمان ترانيم عن القيامة، وكانت فرحة فعلا جميلة. يوم مليان بركة، مليان تسبيح تمجيد لإسم ربنا.